فوجئنا في 67 65 67 بان جميع المطارات المصريه بتضرب، جميع القوات المصريه بالطيارات بتضرب. الموقف مختلف تماما عن ما كنا طبعا عن ما يحكى او ما يعيش. نعم. فكانت عباره عن صدمه، كان بيسموها نكسه يسموها، لكن كانت صدمه للشعب المصري وللجيش المصري اللي ما حاربش في هذا التوقيت لان ما جاتلوش فرصه الحرب والقتال المباشر. نعم. لكن لقى نفسه بدون غطاء جوي، مفيش تعليمات واوامر منظمه ليه. ف كانت مسؤوليه القاده المحليين في هذا التوقيت الانسحاب والعوده الى خط القنال واستخاذ القنال كالضفه الغربيه كتمركز لهذه القوات، لكن بدون سيطره على القوات مباشره خصوصا في الاسبوع والعشر ايام الاولين. نعم. دي طبعا مصر صحت كلها على ان اسرائيل دخلت سيناء في اجواء مصر، يعني اسرائيل بتتحرك بحريه، جميع الطيران الاسرائيلي بيتحرك في مصر كلها بدون اي رادع. يعني دوبك من الدفاع الجوي حاجات بسيطه كده على استحياء، لكن كانت مصر اسرائيل مسيطره على الموقف العسكري تماما في سيناء، وخلال اسبوع كان تقريبا الموضوع محتل سيناء. عاد جزء هنحكي عنه وده كان مهم جدا. تمام. وكان هذا الموقف القاتم المهين للشعب والجيش المصري في هذا التوقيت. مهين طبعا. طبعا يعني كانت صدمه، لكن في الاخر فوجئنا بعد ان احنا فاكرين ان احنا اقوى واشد وان احنا هنبيد اسرائيل و فجاه لا، اسرائيل احتلت سيناء بالكامل.